عارفين انه الفيفا كان مد الفتره اللي بتعمل فيها اللجنه الخماسيه المسؤوله عن اداره اتحاد الكوره لغايه 30 نوفمبر، عشان طبعا مشكله التوقف بتاع المسابقات والى اخره، ده منع او ما مكنش اللجنه من انها تتم المهام المنوطه بيها او تحقق الاهداف اللي حددها الاتحاد الدولي لكره القدم. وبالتالي الحقيقه الاتحاد الدولي يمكن ارسل خطاب للجنه الخماسيه من كذا يوم، يعني تحديدا يوم 31 اغسطس الاخير، كان بيتكلم فيه او بياكد فيه على ضروره انه انتخابات الجبليه تقام في موعدها عشان يتم اختيار مجلس اداره منتخب لاتحاد الكوره قبل يوم 30 نوفمبر. والخطاب كمان في نهايته تضمن تحذير انه يجوز للاتحاد الدولي ان يوقع عقوبات على اتحاد الكوره في حال التاخر من قبل اللجنه الخماسيه على انها تنهي الملفات المطلوبه منها قبل نهايه فترتهم او نهايه التمديد بقى في يوم 30 نوفمبر اللي جاي. والحقيقه يمكن من ضمن التكليفات زي ما اتكلمنا قبل كده انه يتم اعداد التكليفات المفترض انه اللجنه الخماسيه تقوم بيها، انه يتم اعداد لائحه جديده تتسق مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكره القدم. وكمان من مهامه انه يتم تقليص عدد الجمعيه، اعضاء الجمعيه العموميه. انا بعتقد انه ما عنديش ارقام دقيقه يعني، لكن اذا الذاكره ما خانتنيش احنا بنتكلم على عدد بيتخطى ال 200 عضو او 220 عضو في من اعضاء الجمعيه العموميه اتحاد الكوره، وبالتالي مفترض انه العدد ده هينزل تقريبا في حدود 95 او 100. في نص الرساله ختام او ختام نص الرساله هقرا لحضراتكم نصا بيقول: طبقا لما ورد علي، ده في نهاية الرسالة طبعا، نحذر من أن الفشل في إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لاتخاذ خطوات عقابية أخرى. نشكركم لتعاونكم في العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا. نروح بقى يا أحمد للاتحاد الإفريقي واللي علق على